لله ما أعطى ولله ما أخذ، بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله المجاهد الحاج مسعود فضيل والد الرئيس المدير العام لمجمع الشروق للإعلام علي فضيل عن عمر يناهز 90 سنة. الحاج مسعود فضيل كان من رعيل المجاهدين الذين خدموا الثورة التحريرية بالمنطقة التاريخية الرابعة، حفظ كتاب الله عز وجل وغرس مبادئه وتعاليمه في أحفاده. اعتاد الحاج مسعود التقاء أفراد العائلة في حلقات ذكر القرآن الكريم كل يوم خميس، حيث يجمع العائلة في حلقات روحانية ودروس وعظية. الحاج مسعود ابن ذراع شبيب إرغبالو ضع صيته خارج منطقته بفعل الخير وجمع المتخاصمين ولم الشمل وفك النزاعات العروشية. الحاج مسعود لطالما كان مبادرا للعمل الخيري ومساعدة المحتاجين، بل ويعتبر راعي العمل الخيري في مجمع الشروق للإعلام. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنته، إن لله وإن إليه راجعون.